مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مدينة جديدة، مدينة جميلة، مدينة أوسنا. النهاردة من داخل عيادة الدكتور شريف مسعد الشافعي، أخصائي أمراض البطنة والغدد الصماء والسكر، وزميل الكلية الملكية البريطانية لندن. هنقدم لكم حلقة جديدة، حلقة مهمة تكاد تكون في موضوع هو مرض بنسميه مرض المصريين. النهاردة دكتور شريف هيكلمنا في موضوع مهم قوي اللي هو السكر. فعلا احنا عارفين ان ده مرض المصريين. في بداية حلقتنا دكتور بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بيك. طبعا زي ما انا قلت في مقدمتي، النهاردة بنتكلم عن مرض المصريين اللي هو مرض السكر. عايز اعرف من حضرتك المفهوم العام او الطبي لكلمة السكر عند كل مشاهد دلوقتي بيسمعنا وشوفنا، قبل ما نتكلم في الموضوع عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مرض السكر من اشهر الامراض اللي منتشرة جدا دلوقتي، وهو يعتبر مرض العصر، ومصر تعتبر من اكبر الدول العربية اللي فيها اعداد لمرضى السكر. أكيد. مرض السكر طبعا هو يعتبر ارتفاع نسبة السكر في الدم نتيجة حاجة من اتنين، يا اما فشل تام في خلايا البنكرياس لإنتاج الأنسولين اللي هو بيحرق السكر، او زيادة مقاومة خلايا الجسم للأنسولين اللي طالع من خلايا البنكرياس. أكيد. تمام. مرض السكر من الأمراض المنتشرة جدا 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 دلوقتي نتيجة نظام الحياة الجديد، اللايف ستايل السريع بتاعنا كمصريين، تغيير نظام الحياة خالص. تاني حاجة التيكاوي، الأكل التيكاوي وزيادة معدلات المطاعم والأكل من بره البيت. تالت حاجة قلة مزاولة النشاط الرياضي بالنسبة لنا كلنا، كل المصريين او كل العالم يعني، وقت الرياضه بقى قليل بالنسبه له. ونحيي القياده السياسيه طبعا، ممثله في سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حمله 100 مليون صحه، لانها اكتشفت عدد من الحالات رهيب، يعني كم من الحالات رهيب لمرض السكر، ومبادراته المتتاليه في زياده النشاط الرياضي، و ودعم متابعة الأمراض المزمنة من الضغط والسكر وغيره. دي حاجة طبعا كلنا نقدرها ونحييها طبعا. وطبعا اكتشفت أعداد كبيرة جدا. أنا على مستوى العيادة هنا جالي أعداد كبيرة جدا بعد مبادرة 100 مليون صحة. أكيد. اكتشفت حالات كتير جدا. أكيد طبعا. تمام. طب دكتور شريف، احنا قلنا تعريف السكر، لكن عايزين نقول معدلات السكر اللي هي طبيعية وغير طبيعية. الشخص الطبيعي طبعا بعد صيام 8 ل 10 ساعات المفروض ان احنا يبقى معدل السكر دايما من 70 ل 100 مللي جرام في الديسيليتر، ده بجهاز التحليل العادي او في المعمى. والشخص الطبيعي بعد الاكل بساعتين اللي هو المعدل الطبيعي اللي بيطلع فيه الانسولين عشان يبدا يحرق السكر اللي احنا خدناه في الوجبات، المفروض يبقى دايما الشخص الطبيعي اقل من 140 مللي جرام. تمام. والتراكمي اللي احنا التحليل اللي هو بيتعمل في المعمل برضو، المفروض ان هو يبقى دايما اقل من 5.7، على اساس ان التراكمي ده بيقيس معدل السكر خلال الثلاث شهور السابقه. الشخص اللي هو ما قبل السكر، اللي هو معرض للسكر يجيله في خلال 5 سنين ما قبل السكر، ده بيبقى الصايم بتاعه، تحليل الصايم بتاعه من 101 لحد 125 مللي جرام، اللي هو بعد فترة صيام من 8 ل 10 ساعات. تحليل بعد الأكل بساعتين في أي وجبة بيبقى من 141 لحد 199، والتراكمي بتاعه اللي بيتم عمله في المعمل بيبقى من فوق 5.7 لحد 6.4. تمام. تمام. الشخص مريض السكر بقى معدلاته، عشان نشخص السكر لازم نعمل تحليل، اذا كان عشوائي دايما، لو بيعمل عشوائي في صيدليه مثلا فوق ال 200 لازم بنكرر التحليل. أيوة. ونحلل صايم وفاطر. أكيد. الصايم يبقى اكتر من 126 والفاطر يبقى اكتر من 200. والتراكمي بتاعه يبقى اكتر من 6.4. تمام. دون معدلات اذا كان شخص طبيعي او شخص ما قبل السكر او شخص مصاب بالسكر بنشخصه. اكيد. طب دكتور شريف، احنا بنواجه مشكلة كبيرة قوي،
بالنسبه للمرضى او بالنسبه للناس كلها عامه، ناس كتير بيبقى عندها السكر وما بتبقاش عارفه انها عندها السكر. طبعا طيب ايه يعني اهم حاجه او اهم عرض او اي حاجه تشككني انا كانسانه ان انا عندي ممكن او محتمل يكون عندي سكر؟ اكيد في حاجات معينه، مش هنقوله ايه اعراض مرض السكر، اعراض مرض السكر عاديه طبيعيه كلنا عارفينها، لكن المشكله في الانسان اللي ما يعرفش انه عنده سكر بالظبط. ويكتشف بعد مثلا تحليل عشوائي ان هو زي حضرتك ما قلت تحليله فوق ال 200 يبدا يشك كده ويقول انا عندي سكر. لكن الانسان اللي عايش حياته طبيعيه جدا وعنده فعلا سكر اكيد بس ما يعرفش ده، في نظر حضرتك يعني توجه لنا كلمة تقول لنا ايه في الموضوع ده؟ والله انا بـ 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 بقول ان لازم الناس تهتم جدا 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 اللي عندهم تاريخ عائلي لمرضى السكر. ايوه تمام. العائلات اللي فيها مرض سكر كتير، اب او ام او خال او عم او كده، يبقى مهتم دايما بمتابعة السكر بتاعه. ليه؟ لان السكر مرض من الامراض اللي ما بيظهرش اعراضه الا لما يبقى عدى مستويات السيطرة عليه. يعني عشان دايما انا احس باعراض سكر اللي هي المعروفة، اللي هي عطش دائم وشرب مية كتير وزغللة في العين وتكسير في الجسم وهمدان ودخول الحمام بول كتير، وبالنسبة للسيدات يبقى عندهم التهابات مهبلية كتير كنسة يعني. وبس العرض الاساسي اللي احنا بنكتشفه عند اغلب الاطفال في النوع الاول ده، دي نصيحة لكل الأمهات، لما تلاحظي إن طفلك بيحصل له حاجتين أساسيين، اللي هو بيفقد وزن بمعدل سريع، لازم تروحي لدكتور تعرفي بيفقد وزن بمعدل سريع ليه. أو تاني سبب، تاني حاجة اللي هو عدد مرات دخول الحمام والتبول اللا إرادي. عند الأطفال مشكلة كبيرة جدا، أنا جالي هنا ما لا يقل عن 20 حالة سكر غير مشخصة، وراحت لدكاترة قبلية كتير، وراحت لصيادلة، ترددت على كذا كذا حد طبي في القطاع الطبي يعني، واكتشفتهم اول تحليل ليهم 600 و500. الام بتتصدم للاسف، طبعا اكيد، لان هي بتدور على السبب، بتروح لدكتور الصيدلي او دكتور ممارس او دكتور زميل مش تخصص السكر، بيبدا يدور يعمل تحليل بول براز، يدور على ديدان، يدور على حاجات، وهو حاجات السبب تانية تاني خالص. خالص. ايوه صح، هو ده حقيقة. ومرضى والاطفال اللي عندهم تمول لا ارادي، انصح كل الاهل بالاهتمام ان هو ممكن ده يكون سكر مش مشاكل تانية تبع المسالك يعني. ده حاجة مهمة جدا جدا، ده بالنسبة للأطفال. بالنسبة للكبار برضو، فقد الوزن علامة غير صحية لمريض السكر. يعني لو واحد بيفقد وزنه وشخصنا ان عنده سكر، يبقى ده علامة غير صحية ان معدلات السكر عنده مش مسيطر عليها اطلاقا يعني. تمام، فهم دول اهم اعراض يقدر يلفت نظر المريض، التاريخ العائلي. وبالنسبه للاطفال دول الاهم، لان هو غالبا الاطفال للاسف بيجولنا دايما بيتشخصوا في مستشفيات بغيبوبه سكر. فاحنا لا، بنلفت نظر الامهات، فقد وزن سريع لازم تدور على سكر او تبول لا ارادي، مهمين جدا لاي ده ام. بالنسبه للاطفال. بالنسبه للاطفال، بالنسبه للكبار، التهابات مهبليه متكرره للسيدات، دخول حمام بول كتير، نشفان الريق، زغلله بالعين. انا طبعا في زمايل كتير جدا جدا دكاتره اسنان بيحولوا لي حالات بس بتبقى متاخره، دكاتره نساء وتوليد بيحولوا لي حالات سكر بس بتبقى متاخره، دكاتره عيون بس بعد ما بيشوفوا مضاعفاتها. احنا بنقول دايما اللي عنده تاريخ عائلي يدور، يبدا هو يعني مع نفسه كده يشوف، برضو الناس اللي معدل وزنهم زايد لازم يبدا مريض يحاول. السمنه طبعا، مريض السمنه طبعا لازم ياخد باله جدا جدا من ان السمنه عامل اساسي اكيد لظهور السكر من النوع الثاني، لان مقاومه الانسولين بتبقى عنده عاليه جدا. فلازم مريض السمنه يدور على حل ويظبط اكله ويزود حركته ويغير من وزنه، لان بيبقى ده عامل خطير للسكر من النوع التاني. طيب جينا لنقطة مهمة، حضرتك قلت السكر من النوع التاني، نقف عند الكلمة دي بقى ونقول يبقى كده السكر ليه نوعين. السكر النوع الأول ما اتكلمناش عنه فدخلنا في التاني على طول، فعايز أعرف من حضرتك أنواع السكر إيه، النوع الأول إيه والنوع التاني إيه، عشان الناس تبقى برضه داركة وعارفة يعني إيه نوع أول نوع تاني. النوع الأول دايما بيجي للأطفال والمراهقين وما هم دون 40 سنة. المريض بتاعه دايما ما بيبقاش وزنه زايد، بيبقى نحيف،
بيبقى ده نتيجة فشل كامل في خلايا بيتا سيل بتاع البنكرياس انها تفرز انسولين اللي بيحرق السكر. والفشل ده بيبقى نتيجة اسباب كتير اهمها عدوى فيروسية. مريض السكر من النوع الاول ده دايما بيبقى سنه صغير زي ما احنا قلنا، بيكتشف للاسف عن طريق غيبوبة سكرية في مستشفيات او عن طريق ان هو تبول لا ارادي او فقد وزن سريع. النوع الثاني مريض السكر من النوع الثاني ده دايما بيبقى اللي هو فوق بعد 40 سن الأربعين بعد ال40، وبرضه في دلوقتي نوع مستحدث في الشباب اللي هو سن 25 سن عشرينات لثلاثينات بيظهر من النوع الثاني نتيجة العادات الغذائية السيئة طبعا وزيادة طبعا. معدلات السمنة في العالم ككل، التكاوي بقى والحاجات التيك دي اواي وحرق وعدم الدم تنظيم بقى للشباب، يعني الضغوط العصبية طبعا مش عامل هننكر مؤثر. الحاجات دي طبعا طبعا اكيد الضغوط العصبية عامل مؤثر شديد جدا، اكيد طبعا، وقلة مزاولة النشاط الرياضي وقلة نوم بقى وقلة نوم وحاجات ونظام كتير بقى. حياة النظام متلخبط بص اللايف ستايل بتاعنا اليوم اتغير كله جدا. طبعا اتغير خالص بدرجه كبيره قوي، فاوريدي يعني اول حاجه بتبقى سبب رئيسي تمام الحياه اليوميه، العادات الغذائيه اللي احنا فعلا اتغيرت بنسبه 100% مش هنقول 90%. النهارده بسرعه هنجيب تيك اواي في البيت، حتى الاسره نفسها بتبدا تجيب كده الاكل بقى بتاع زمان في البيت اللي هو الصحي الجميل اللي هو ما بيسببش اي امراض، بنبعد عن الخضار بنبعد عن الفاكهه، كل همنا النهارده ناخد واحده كنز الدليفري بيبعت لي الوجبه مع الكنزايه بقعد حاطط رجل على رجل. انا ناس يعني الحمد لله رب العالمين يعني كويسين ماديا، وانت يا ابني هات لك وجبه برضو، وانت يا بنتي هاتي لك وجبه في الكليه، والكلام الفارغ ده ده برضو بيأثر تأثير مباشر هنقوله دايركت على السكر، للأسف الشديد. مش ان دايركت، لا هو تأثير دايركت على طول على مرض السكر، وخصوصا في المرحلة العمرية اللي حضرتك قلتها الفئة اللي هي ما بين 20 ل 30 سنة، ودي الحاجة اللي بتقرب بيوت كتير جدا النهاردة، ان الشاب يبقى عنده 20 سنة 25 سنة واوريدي عنده سكر، مع ان الام ما عندهاش والام ما عندهاش برضه التاريخ الوراثي مش موجود، لكن العادات بقى ما اليوم هو للأسف للأسف من الحاجات اللي هي المطاعم بتعملها وحاجة طبعا بتفتح الشهية جدا، هو بيقدم أول حاجة لأي حد بيقدم له بطاطس مقلية فرايد اكيد طبعا ويقدم فارم بيبسي. فروتس البيبسي والبيبسي البيبسي والكلام ده الياما ده. مشروبات غازية بوجه عام فيها كم سكريات عالي جدا جدا جدا، فبيفتح شهيته أكتر فياكل أكتر، مع طبيعة العيش، العيش إذا كان كايزر أو فينو طبيعة العيش ده مخبوز كلها بدقيق أبيض سكريات، يعني الوجبة كلها سكريات كلها بمعنى أصح. كربوهيدرات وسكريات عالية جدا، فبتعلي السكر بمستويات عالية جدا أكيد مع كتر الضغط على خلايا البنكرياس بكميات عالية من السكر عشان يفرز انسولين زيادة، بيحصل ضعف في افراز الانسولين من خلايا البنكرياس أكيد من الاجهاد بالسكريات. فاحنا نصيحة لكل الناس ان احنا لا نبعد عن التيك اواي على نغير قدر يعني الامكان، منظوم حياتنا اليومية ونرجع بالنسبة للأسرة للأكل. المصرية طبعا طبعا والاكل مع بعض الأكل في الصحي تجمعات والاكل الصحي، نبعد دايما عن الحاجات المخبوزة بدقيق ابيض ومخبوزات الفرن والعيش الابيض والعيش الفينو والمخبوزات اللي هي بيتزا والكلام ده، لان الحاجات دي مخبوزه بدقيق يعني بيعلي السكر بكميات كبيره جدا، والشباب ما شاء الله بياكلوا منه كميات كبيره فبيعلى قوي قوي مستوى اكيد السكر، بيضغط جدا على البنكرياس، ومع الضغط المستمر بيحصل كسل في خلايا البنكرياس اللي هي سبب اساسي في السكر. طيب دكتور شريف احنا برضو طالما اتكلمنا عن نوع الاغذيه الايام ديت والتيك اواي والكلام ده، انا بتكلم برضو في نقطه مهمه جدا اللي هي توقيت الاكل. يعني انا دلوقتي بقول الحاجات دي بتسبب السكر او بتسبب زياده السكر تمام، بتجهد الكبد والبنكرياس والانسولين والكلام ده كله، لكن انا بتكلم في نقطه دلوقتي مهمه قوي وعايزه كل حد دلوقتي بيسمعنا يعرفها. وقت الاكل بتاع الشخص العادي هل ده له علاقه برضو بزياده معدل السكر في الجسم، اللي هو مثلا مش هنقوله سمنه لا احنا بنقول سكر الاول، باكل وانام جاي مجهد جدا طول اليوم ما اكلتش، فباكل وجبه اساسيه محترمه بقى بعد اليوم الشقه الكامل، وبعديها بنص ساعه او ساعه بدخل انام لان انا مرهق وتعبان. والله يا اساتذتنا دكاتره التغذيه دايما بيقولوا افطر فطار الملوك، اتغدى غدا الامراء، اتعشى عشا الفقراء. ليه؟ لان دايما الفطار ده الوجبه الاساسيه اللي هو بعدها بيحصل نشاط بدني عالي لكل يحصل الناس، حرق ده في دي الجسم. بتبقى الاساسيه وبتتحرق،
صح. فيعني الفطار يبقى بكل قوه، تنظيم الغداء، تنظيم العشاء، المواعيد دايما مهمه جدا. ان احنا كنا بنصحى بدري قوي، كل الناس تفطر في بيتها بالظبط وبعدين كده. تنزل تروح مدرسه، الغداء اول ما يرجعوا من المدرسه بيتغدوا، توقيتات معينة. وما صح. ناكلش بالليل وننام ابدا. يعني تنظيم مواعيد الاكل ومحتوى الاكل ده جزء مهم جدا جدا في تغيير العادات بتاعتنا. لازم نرجع للاصل ونرجع لتنظيم مواعيد الاكل. افطر في بيتي قبل ما انزل، واتغدى لما ارجع من شغلي او من المدرسه في بيتي برضو، واتعشى عشاء خفيف جدا، زبادي او فواكه او خضار او زي ما يكون. بس ما احنا للاسف بنقلب وجبه الغداء الغدا والعشاء عشاء. ونرجع ناكل اكله جامده جدا وننام، اللي هو في حين ان الجسم بطل معدل الحرق اقل جدا لاقل مستوياته بالليل. عشان كده اساتذه التغذيه دايما يقولوا افطر فطار الملوك زي ما الملوك، اتغدى بنقول. غدا العمر، اتعشى عشاء طيب الفقراء. حضرتك، في برضو حاجة مهمة هتكلم فيها دلوقتي برضو قبل ما نطلع فاصل. المريض السكر دايما بيحس بجوع رهيب وشديد، طبعا فأوريدي طبعا ده لأسباب، بيلجأ للأكل في أي وقت وأي ساعة. عايزة أعرف من حضرتك طبعا. لا، مريض إجابة عن السكر في الموضوع ده. اول ما بيجي لنا مريض السكر، يعني انا من اول مقابله معاه بنصحه بحاجتين اساسيين. ان هو السكر ما يضحكش عليه، لان هو جاي لي بيقول لي انا شهيتي زايده، لان بجوع الانسولين كتير. بيطلع بكميه كبيره، فهو بيزود الجوع عنده. فهو جاي لي بيقول لي شهيتي زايده، وبيقول لي انا مش قادر اسيطر على شهيتي ومش قادر اسيطر على ميلي للسكريات. انا بقول له من الاول، اول ما هناخد علاج وهيبدا مستويات السكر ترجع للمستوى الطبيعي، جسمك هيرفض ده، أكيد. هيرفضه بطريقه كبيره جدا، ويدخله في اعراض نهم جديد للسكريات. فلازم المريض يبقى عنده الوعي الكافي ان نهم المريض على السكريات ده بيضره جدا، خاصة الشوكولاتات والحلويات والحاجات المسكرة. أنا أول ما بيجيلي مريض لازم بقوله إن بديله توعية صحية، إن هيحصل لك في الأول هزة شوية لحد ما جسمك يبدأ يتعود إنك ما التعود. تاخدش مسألة السكريات التعود. اللي أنت كنت بتاخدها. فلازم يبقى ده ليه إرادة من المريض شوية، إن هو يقدر يتحكم في كم السكريات اللي داخله، لأن طبيعة المرض هي بتزود شهيته. طب دكتور شريف، انا هعرف من حضرتك طبعا، وده بعد الفاصل، حاجة مهمة ازاي نشخص مرض السكر، وده اللي هعرفه من حضرتك حالا بعد ان شاء الفاصل. الله. اعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور شريف مسعد الشافعي، اخصائي امراض البطنه والسكر والغدد الصماء. وكنا قبل ما نطلع فاصل بنسال حضرته عن تشخيص مرض السكر، بيتم تشخيصه ازاي. برحب بحضرتك مره ثانيه دكتور شريف. اهلا بحضرتك واهلا بقناه الصحه والجمال. الله يخليك يا رب. كده ميرسي لحضرتك. احنا بنتكلم عن التشخيص، بنقول سكر طوارئ طوارئ، وبنحط تحتيها خط. طوارئ ازاي؟ يعني ايه معنى كلمه طوارئ؟ من ناحيه ارتفاعه، سكر المرتفع والسكر المنخفض، فدي اسمها طوارئ. تمام. حضرتك هتقول لي بشخص الطوارئ دي ازاي؟ برضو امتى نقول مرتفع وامتى نقول احنا منخفض؟ اول ما بيجي لنا المريض، في مرضى بيبقوا متلخبطين في الاول. احنا تشخيص السكر بيعتمد على تحليل. تحليل سكر الصايم 8 ل 10 ساعات يبقى اكتر من او يساوي 126 مللي جرام، او بعد الاكل بساعتين يبقى اكتر من 200، وزائد او ناقص التراكمي. التراكمي اكتر في المتابعه من التشخيص. بس غالبا المرضى اللي بيجوا لنا في الاول بيبقى التراكمي بتاعهم عدى 6.4، وبنحط المستهدفات دي للمريض. بنقول للمريض من الاول احنا بنحط هدف ان احنا دايما السكر الصايم بتاعنا يبقى من 80 ل 120، والسكر بعد الاكل بساعتين يبقى من 120 ل 180، والتراكمي يبقى اقل من 7 بوجه عام لكل مرضى السكر. ده هدف لازم نحطه، هدف واضح لمريض السكر من اول ما بيجي لنا. وبرده بننوه عليه حاجتين مهمين جدا جدا جدا، اللي هم امتى يرجع للدكتور. أيوة. اللي هي بالظبط طوارئ كده. السكر. طوارئ السكر دي
ارتفاع وانخفاض، دي مهمة جدا 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 جدا، لازم كل المرضى تبقى مهتمة بيها وعارفاها. أول حاجة انخفاض السكر وهو الأخطر بشدة، أي وقت تحس بأنك أنت عندك أعراض الانخفاض اللي احنا هنقولها دي، لازم لو أنا عندي جهاز سكر أحلل سكر، ما عنديش جهاز يبقى الحل بسيط جدا، انزل احلل كوباية مية بخمس معالق سكر وأدوبهم فيها وأشربها، دي حل سريع لو انا ما عنديش جهاز. لكن لو انا عندي جهاز بحلل الاول، لازم يبقى السكر اقل من 70 عشان نقول عليه هبوط حقيقي للسكر. طب هبوط ازاي يا دكتور؟ يعني المريض بيحس ازاي؟ ما ايه انا هقول ان لحضرتك هو الاعراض اهو. اعراض الهبوط الحقيقي للسكر، اول واهم عرض سرعة شديدة في ضربات القلب. تمام. رقم 2 بيبقى معايا عرق غزير وبارد. العرق الطبيعي بتاعنا احنا بيبقى سخن، بيبقى عرق مريض انخفاض السكر عرق بارد. رقم 3 بيبقى عنده جوع شديد وهبوط حاد، يعني حاسس ان هو روحه بتروح منه. رقم 4 بيبقى فيه شحوب في اللون، لونه مخطوف جدا جدا. رقم 5 لا قدر الله لو السكر نزل لمستويات اقل من 55، ممكن يخش المريض في تشنجات عضليه. واخر حاجه، اخر عرض بيبقى الاغماء وفقد الوعي، ده اخر حاجه لما السكر بينزل لمستويات خطيره يوصل للاربعينات. طب في الحاله دي بقى بنعمل ايه؟ بسرعه؟ لازم بسرعه كوبايه ميه بخمس معالق سكر متدوبين فيها ويشربهم المريض. ما فيش تمام. ميه قدامي، عصير اشربه عصير، واعيد التحليل بعد 10 دقائق تاني، الاقي النسبه ارتفعت بقت تسعينات 100 يبقى كويس، وتابع التحليل كل 20 دقيقه لمده ساعتين عشان اطمن انه هو مش هيحصل تاني. اسباب هبوط السكر كتيره جدا، يا اما مريض عمل مجهود عضلي زايد جدا وهو بياخد علاجه وما كانش كل، او واحد زود جرعه العلاج بدون الرجوع للطبيب المعالج مع نفسه كمان. فجاه كده، هو قال لك انا سكري عالي، انا قيسته لقيته 200 مثلا، بدل ما باخد قرص هاخد قرصين، ودي مشكلة حاجه بقى. خطا شائع وخطا خطير من المرضى السكر، ان هو يغير في جرعه علاجه بدون الرجوع للطبيب المعالج، دي حاجه خطا قاتل. تالت حاجه ان هو للاسف بدل ما خد علاجه وما كلش، يا اما خد علاجه وما كلش، يا اما ضاعف الجرعه بتاع مع العلاج نفسه من كده. غير الرجوع للطبيب، او عمل مجهود عضلي زايد جدا وهو ما كانش مستعد ليه. فاحنا بننصح المرضى كلهم، اعراض الهبوط اخطر واقوى، والهبوط قد يسبب الوفاة أكتر من الارتفاع. بنقول لهم إن الأعراض اللي احنا قلناها وهنعيدها تاني دي، لأن الإعادة مهمة جدا، سرعة ضربات القلب، عرق غزير وبارد، شحوب في اللون، جوع شديد وهمدان وهبوط، تشنجات عضلية لو اتخفض لمستويات خطيرة، والإغماء وفقد الوعي. أول وأقوى حل كوباية ماء بخمس معالق سكر، وأعيد التحليل بعد 10 دقائق، لو لقيته لسه قليل بديله كوباية ماء بسكر تاني. لو اتظبط بقى خلاص. اتظبط خلاص، أنا بتابعه كل 20 دقيقة لمدة ساعتين عشان أطمن بس. أيوه تمام. تمام، وأرجع للدكتور طبعا. ارتفاع السكر ده عرض تاني خالص، دايما السكر اللي يبقى فوق ال 300 بيعمل نشفان في الريق، عطش شديد وجوع شديد، ويزود الجوع شوية برضو بس العطش أكتر، ونشفان الريق، دخول حمام بول كتير، وشرب كميات زايدة جدا من المية. المريض بيجي يقول أنا عندي التهابات في مجرى البول، ويروح لدكتور مسالك وهو المشكلة عنده في السكر، السكر. يروح لدكتور مسالك على إنه التهاب في مجرى البول من كتر مرات دخول الحمام للبول، ولكن هي بيبقى ارتفاع نسبة السكر. تاني حاجة ممكن تبقى التهابات مهبلية شديدة عند السيدات. رقم 3 زغللة شديدة في العين مع ارتفاع فوق ال 300، ده بيبقى عالي جدا. واخر واقوى عرض الهمدان وتكسير الجسم من زيادة الاسيتون، بقى ده بيبقى عدى مستويات خطيرة 400 و500، ويمكن حجز المريض في الحالات دي. برضو اسباب الارتفاع مهمة جدا، يا يعني اما واحد ما بياخدش العلاج، بطل علاج السكر فجأة من غير ما يرجع للدكتور المعالج، حاجة برضو خطأ فادح لمريض السكر، يقول انا اتحسنت وقراياتي للسكر بدأت تبقى كويسة، ابطل العلاج اجرب نفسي، اجرب نفسي شهرين او ثلاثة اخد كده. اعشاب او اخد ادوية تانية. المشكلة وده التانية اللي احنا هنتكلم فيها بقى، العلاجات اللي هي العادية دي. خطأ فادح لمريض السكر ان هو يبطل العلاج منه لنفسه. ده وبيجي لنا كتير، وللأسف بتبقى الحالات متأخرة جدا. تاني حاجة ان هو عك بطريقة فظيعة في الأكل،
ما نظمش اكله، راح مناسبه للاسف كل حلويات وجاتوهات وبيبسي وبتاع، فالسكر طبعا ظبط الدنيا كلها. علاجه الطبيعي اللي هو مظبط سكره ما قدرش يسيطر على الحاله الجديده من مستويات الاكل. ثالث حاجه الضغوط العصبيه الشديده، الضغوط العصبيه الشديده بتفرز هرمونات اسمها هرمونات الغضب او هرمونات الانفعال، الكورتيزول والادرينالين، دول بيعلوا السكر بطريقه مبالغ فيها. وكتر الضغوط العصبية عند مريض السكر دي مشكلة احنا بنقوله عليها برضو من الأول، بنقوله التزم بعلاجك، ما تبطلش العلاج تحت أي سبب، ارجع للدكتور. لما يحصل لك هبوط متكرر أو يحصل لك ارتفاع في السكر لازم ترجع لدكتورك عشان بناء عليه يعدل العلاج. وأنا المرضى اللي بيجولي في العيادة بشكل شخصي أنا بعرفهم الكلام ده من أول زيارة، وبعرفه إنه يرجع لي إمتى، وبدي تليفوني للمريض للطوارئ، لازم يتصل بيا لو حصل اي مضاعفة. الاساس الطوارئ بتاع السكر الارتفاع والانخفاض، لازم يرجع لي تليفونيا لحد ما نرتب اقرب ميعاد لازم اشوفه فيه، لان ده الطوارئ السكر دي اساس في علاج اي مريض للسكر. وعدم ثبات مستوى السكر على مدار اليوم عند مريض السكر ده سبب اساسي في مضاعفات السكر. انا يعني اغلب المرضى اللي بيمشوا معايا من اول لقاء بعرفهم الطوارئ، لازم اعرف الطوارئ واعمل له جدول لمتابعه نفسه، بشاركه معايا في المتابعه ان هو يحلل لنفسه في اوقات مختلفه، صايم وبعد الاكل في ساعتين، عشان يبقى مشترك معايا ان احنا نوصل للهدف اللي احنا برضو نبهنا عليه في بدايه الحلقه، ان الصايم سكر الصايم 8 ل 10 ساعات يبقى وزن تارجت، يعني في المستوى اللي احنا عايزينه من 80 ل 120، بعد الاكل بساعتين يبقى من 120 ل 180، والتراكمي دايما في المتابعات كل 3 شهور يبقى اقل من 7. تمام دكتور شريف، في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك جدا جدا على المعلومات الجميلة ديت، وإن شاء الله في حلقتنا القادمة مع حضرتك، لأن احنا عندنا سلسلة حلقات مع دكتور شريف نكاد نكون برضو نلقي أكتر يعني نصايح عامة وحاجات عن السكر، معلومات مفيدة ومهمة لكل مشاهد دلوقتي بيشوفنا، وبنطمنه إن موضوع السكر مش خطير لدرجة إن أنا يعني خلاص كده هموت وضيع بيه، لا أنا هتابع وهبقى كويس. تمام، بشكر حضرتك دكتور شريف، ربنا يخليك، شكرا لقناة الصحة والجمال ولحضرتك، شكرا لحضرتك، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله مع حضرتك ده موضوعي بقى اللي هكلم فيه مع حضرتك عن سكر من نوع تاني خالص اللي هو سكر الحمل أو سكر الحمل عند السيدات. تمام، شكرا لحضرتك دكتور شريف. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء مع دكتور شريف الشافعي أخصائي البطنة والغدد الصماء والسكر، وإلى اللقاء في حلقة قادمة عن مرض السكر عند السيدات.